حقيقة لنفس المشاكل اللي على أثرها أعلنت محافظة صلاح الدين إقليما، ها هي تتكرر مرة ثانية ولكن بمحافظة أخرى وهي إديالة، وأنا على يقين ستتبعها محافظات أخرى. بعد ما اتخذ محافظة صلاح الدين هذا القرار، وإن شاء الله احنا كنا أخوة من ضمن العراق الموحد، وإن شاء الله نحو الأفضل. والله أبارك كل أهالي إديالة إعلان الإقليم، واحنا نأيد الأقاليم باعتبار احنا بدينا هذا أول شيء إقليم صلاح الدين، ونأيد إقليم إديالة ونتمنى أن يكون إقليم موحد. حقيقة نبارك الأهالي ديالة هاي الخطوة اللي سبقناهم احنا بها، وإن شاء الله الموضوع يصب بمصلحة المحافظات اللي تطلع كإقليم، يعني بالنسبة لصلاح الدين أو بالنسبة للديالة. أكثر شيء بسبب الحكومة المركزية الإجراءات اللي اتخذها كإقصاء أو تهميش حق حكومات المحافظات نفسها، وعدم إعطائهم أي حقوق من حقوقهم وتهميشها كل يعني كل كجوانب أو وظائف.